So another 1K, another step. في خلال شوف فبراير مارش ابريل بداية ماي برو قريبات بنقفل 4 شهور. قول ما نقفله وصلنا ل4K. معنا الثالث رابر اور ارتست من اسكندرية. اليوم عندنا شاهين AKA صقر، لانه مكتوب هنا الصقر، ما كنت عارف ان هذا لقبه. AKA الانتيكا AKA افاتار من الكساندريا، معقل المواهب الصاعده الليجندز. الدوكيومنتري هذا قصير، مدة 6 دقائق و18. ليش قصير؟ لانه بالنسبه لشخص كشاهين انسان من زمان كنت متوقع اطول من كذا، يعني لانه امشور عنده قصص كثيره معلومات كثيره، لكن يو نيفر نو، لانه رابكا تبع مروان بابلو كانت احسن من فايس، ذا ميك سنس، مع انه رابكا كانت اقصر بس كانت مور انفورماتيف الكلام هذا. فكالعاده اللي عنده سماعات يتاكد ان الصوت عالي، واللي ما عنده سماعات بوز دبر سماعات او دبري سماعات وارجعوا وعلي الصوت فوق. نسيت انه العنوان يقول اشرس انواع الصقور، يعمل سنس لانه اسمه شاهين، وشاهين اسم نوع من انواع الطيور الجارحه بلابلي بلو. Is he posing? God, I'm sorry, man. Put some respect to my man's name. هي اسكندرية، هي مش مدينة، هي أنا بعتبرها بلد لوحدها. هم دايما الناس بيقولوا عندنا جنون عظمة، بس هي دي مش حقيقة. هي الفكرة ان احنا مختلفين، بس انت الصيف في اسكندرية هنا بنوسخة فقد طعمه، فقد معناه، فقد متعته. اسكندرية مش بتاعتنا في الصيف اصلا، يعني اسكندرية مش بتاعت الاسكندرانية في الصيف بصراحة. واحنا احنا كاسكندرانية احنا نحب، يعني احنا ناس رايقين، فنحب ننزل نستمتع بوقتنا. انا عادة بعرفش اكتب في البيت مثلا، فبحب اقعد في الصيف انا في الاماكن المعتاده اللي بقعد فيها دايما في اي وقت من السنه، علشان دي اماكن مستخبيه او 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 فيها اسكندريه العاديه بتاعتنا. في الشتاء بقى اسكندريه فكك، سواء الدنيا بتشتي او لا يعني، لكن يعني ستيل هو في روح مش موجوده. يو اسكندرية على الساحل كذا قدام المتوسط. اوكي اي ثينك اتس ويت ليت مي تشيك. هي يس على البحر المتوسط. اوكي في الصيف امشور حر ورطوبه وقرف، يعني اظن هذا اللي قصده يعني. اوكي اي سي يو. وفي البرد اوكي I know what he's talking about. لأن أنا كمان قاعد في منطقة ساحلية، فوقت الحر حر ورطوبة، وقت البرد برد طول الوقت. فهمت علي؟ يعني حتى في الظهر it's still cold. فوكك. سواء الدنيا فوكك. سواء الدنيا بتشتي أو لأ يعني. لكن يعني still هو في روح مش موجودة في أي محافظة تانية. يعني كفاية إن أنت أما تتعب نفسيا أو حاجة، أنا بالنسبة لي أنا يعني لما ببقى واقف معايا حاجة في الكتابة أو عندي بلوك أو نفسيا أنا مش مظبوط، إيه يعني آخرها؟ حلها إيه يعني؟ هروح أطلع أقف على البحر، هشوف الأفق، هتجيب آخرها. واحد من الناس، أنا أبويا الله يرحمه توفى ما سابليش حاجة. مرة سألته بابا ازاي انت بعد العمر الطويل ده في امريكا، يعني ازاي انت ما عملتش فلوس ولا شيء؟ قال لي بص لنفسك كده واخواتك كده، وبص للناس التانية اللي في سنكو ماشي، تعرف فلوسي راحت فين. انتوا ثروتي، انا استثمرت فيكم. فجيت انا ابويا توفى الله يرحمه سنة 2016، هنا الدنيا وقفت، يعني العالم وقف. الدوكيومنتري هذا بيكون ديب 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 ديب. اوكي اوكي I like it. لسه باقي كثير. بالنسبة لشاهين هذا الرف لايف باين عليه. اوكي نرجع ورا شوي. سنة 2016 هنا الدنيا وقفت،
يعني العالم واقف عندي خلاص كده خلصت. انا خلصت مصر، قفلت الجيم دي، انا خلصت منها. مش طايق اتعامل مع حد، مش عارف اعمل مزيكا، بكنسل حفلات، بردش على التليفون، مش عايز اروح اسجل، مش عارف اكتب اصلا، ماليش نفس، ماليش مزاج اقف على مسرح. باين عليه انه كان عنده اكتئاب او نظام ديبريشن والكلام هذا. ذكرني يوم كنت اسوي رياكشن على اغنية ما علينا، كان يقول كنت بحارب الاكتئاب، كان في بار كذا او لاين كان يقول فيه انه كنت بحارب الاكتئاب. يعني it shows that he's strong صراحة، لانه depression بالذات النوع تبع فقدان شخص عزيز كأحد الوالدين او واحد من العائلة، اقدر اتفهم كلامه. يعني ما راح يكون عندك نفس تسوي اي شيء بعد ما يعني تخسر شخص كذا خسارة نهائيا. فهمت علي؟ مش عايز اروح اسجل، مش عارف اكتب اصلا، ماليش نفس، ماليش مزاج اقف على مسرح. ما كانش فيه قدامي غير ان انا اروح دبي، ومواعيد بقى تصحى 6 الصبح وترجع الساعه كذا وتروح الساعه كذا. فانا حسيت ان انا ما ربنا مش خلقني عشان كده، ما يعني الله اعلم، بس ما حسيتش ان انا ربنا خلقني ومديني مميزني عن الناس بحاجات معينه كده انا ماليش يد فيها، سواء كاريزما، سواء موهبة، سواء نبرة صوت، سواء تعليم، سواء لغة، وأين كان. يعني أنا ربنا مش مميزني وكرمني بالحاجات دي علشان خاطر في النهاية أروح أشتغل موظف مفيش بروجرس في حياته بيتم لحد هنا بيقف. أوكي، هذا موضوع شوية مختلف بس له علاقة بالكلام اللي قاله. أمس كنت أتكلم مع واحد وكان يقول لي أنه حابس اصير فريلانسر، عايز اكون كذا سيلف امبلويد، شغل حر. فهمت علي؟ يعني قال لي اللي يروح نفس زي اللي جاء. فهمت علي؟ قصدك فلوس تقريبا والكلام هذا. السيلف امبلويمنت هذا يعني اهم شيء الشخص يسويه، لان اول شيء تسوي اللي تحبه. فهمت علي؟ لكن في نفس الوقت اتس نوت ايزي. فهمت علي؟ يعني يو هاف تو هاف ا جوب وايل دوينج يور اون جوب، اف ذات ميك سنس. فهمت علي؟ يعني مثلا اذا تبغى تسوي اذا مثلا تبغى تكون مصور راح تحتاج دخل، لين ما الدخل تبع الفريلانسنج هذا يجيب قد اللي قاعد تاخذه من الدوام. اول ما يبدا ياخذ فوق الدوام انت كذا ستيب باك يعني يو ريزاين فروم ذا جوب والكلام هذا، يو كويت. بس يبغاله جديه. فهمت علي؟ لانه انت كذا قاعد تخلي رزق عشان تبني رزق. فهمت علي؟ كان عندي مشكله في موضوع الدراسه، يعني بين الدراسة وبين الشغل الحر. فهمت علي؟ والكنت أدرسه ما لها علاقة بالشغل اللي عايز سويه. يعني تكلمت مع واحد من المدرسين وقال لي اسمع، تخيلك أنك قاعد في طيارة. فهمت علي؟ وما عندك باراشوت، بتنط؟ قلت له لا. قال لي يوم يكون عندك الباراشوت هذا نط. في that makes sense. فأفهمه زي ما تفهمه. كرمني بالحاجات دي علشان خاطر في النهاية أروح أشتغل موظف مفيش بروجرس في حياته بيتم. لحد هنا بيقطع سكتي كلها ضلمه لحد ما توصل للتقاطع. وبلاش انا بالذات، وانت عارف السبب ايه. مش عايز اقول لك الشر اللي فيا قد ايه. لو مش عاجبك سهل نعمله معاك احلى فيلم، نحطك في تابوت وبنفسك تصحى من الحلم محطوط. يو الفيديو هذا انا متاكد قديم بس من الطاقيه تبعه او من الكاب. مين يذكر الكابات هذه الجيك ساده؟ سهل نعمله معاك احلى فيلم، نحطك في تابوت وبنفسك تصحى من الحلم محطوط قدام بوز سيف وهو غرقان سم. ما تخافش انا هسيبك تمشي وبحبك. نفسي افضل اعمل مزيكا بس يعني، وابقى عايش منها كويس وما بشتغلش حاجه تانية، ومش مضطر ومش محتاج ان انا اشتغل حاجه تانية عشان اجيب منها فلوس. وافضل اعمل مزيكا وبس، وابقى مبسوط. نفسي ابقى مبسوط. انا عرفت بقى ازاي اقدر قيمه كل الكلام ده، ازاي اقدر قيمه الاسفلت اللي هو مش اسفلت، ازاي اقدر صوت القطر ابن الوسخه ده اللي عامل ازعاج اللي بيخلينا نفصل كل شويه. الراب شخصيه. في اغاني حلوه تطلع حلوه في الراب سين المصري، بس اللي هو حلوه، لكن ما بلاقيش الاغنيه اللي هو اسمعها اقول اح ايه ده، واو جامده فشخ. انا بعمل كل ده
عشان في الاخر امسك الحديده في ايدي واقف على الخشبه وهات لي البشر دي اقلعهم وهضمهم. دي الزتونه. انا كل ده بعمله عشان في النهايه اوصل لوقفتي على المسرح. عشان هو ده البيت. هو ده انا. انا اللي هلغي هاوس المركزيه اللي في مصر دي. دي فانتازيا بس انا بقولها عن اقتناع شديد دلوقتي يا استاذ. يعني الموضوع ده لازم ينتهي. وهطلع باسكندريه فوق عشان احنا هنا الاوريجيناليتي. هنا الحقيقه. مامين اسكندرية ستاند اب. كنت متوقع انه الست دقائق ما راح تكفي بس على الاقل باين انه الدوكيومنتري هذا كان مركز على نقطة واحدة هي اسكندرية والباك جراوند على الخفيف على السريع لشاهين. بس ادانا لمحة يوم قال عايز ادي قيمة للاسفلت او حاجة زي كذا على طول تذكرت ايش انه كان من جروب اسفلت والكلام هذا. فما ادري لو الدوكيومنتري هذا عنده بارتو. تخيلوا يكون عنده بارتو ويتكلم عن الموضوع هذا. وروني انتوا ايش رايكم في شاهين وهل تتوقعوا انه من 2019 من يوم ما طلع الدوكيومنتري هذا لين اليوم توقعوا الاسكندريه توب ولا لسه في اماكن ثانيه؟ ام ناس شور احتمال يكون حق القاهره نمبر 1 لانه يو نو عاصمه والاتنشن عليها زي ما قال مروان. لكن في نفس الوقت الكساندريا عندهم ناس ليجندز اور دوب عندهم كذا دوب ارتست فور شور. فيديو قصير على السريع اثبات وجود فقط لا غير. وكمان نتعرف على شاهين الانتيكا. انا عندي احترام خاص للناس اللي كذا يدوا قيمه للمكان اللي جو منه اكثر من اي شيء ثاني. هذا همي الوحيد. يعني منطقتي هذه تكون نمبر 1 ريسبكت. وروني انتو ايش رايكم في شاهين. عندكم فيديوهات زي كذا ثانيه. فضل اسبوع لنهايه الشهر جاء سريع وعدى سريع. يعني 3 اسابيع راحت زي الهواء. كالعاده اذا عجبك المحتوى تبع قناتي لا تنسى تسوي لايك تشترك في القناه تفعل زر الجرس. كان معكم موديلا اوت.